ومعنا عبر الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. يعني في البداية كل التحية سيادة الفريق، يعني أعلى نسب للعبور في هذا الشهر، يعني تقدير حضرتك لهذا الموقف. شكرا جزيلا على اتصالكم. احنا الحمد لله هي فعلا حركة عبور السفن في يناير 22 تجاوزنا بيها المعدلات بتاعت عبور السفن في الأشهر كلها المقابلة ليها في تاريخ القناة من يناير السنين اللي فاتت يعني. وده بقى هيدل ان هو يعني في دلاله ان في نجاح استثمارات تسويقيه والاستعلاميه المانيه اللي احنا تهيناها في التعامل مع المتغيرات الاقتصاديه طبعا، ونجحنا في تقليل الاثر لكورونا ولو على الخدمه الجيده اللي احنا بنقدمها في الهيئه، وكمان الاجراءات اللي احنا بنعملها بالنسبه لتطوير مجرى ملاحه قناه السويس وتطوير اسطول بتاع قناه السويس. كل دي حاجات خلت ان اولا نكسب ثقه العملاء باللي احنا عملناه ده، وبنجذب خطوط كمان ملاحيه جديده ما كانتش بتعبر قبل كده، وده يمكن اللي عمل عندنا زياده، لان احنا مثلا شهر يناير ده معدي عندنا 336 سفينه ما كانتش بتعدي عندنا قبل كده. نعم. ودي برضه بتخلي زياده الارقام تبقى اكثر، فالحمد لله يعني. يعني هذه الزيادات بتقدر حضرتك يا فندم كيف تساهم بالدفع في عجله الاقتصاد المصري؟ طبعا احنا كل ما يعني احنا السنه اللي فاتت يعني كلها احنا حققنا حوالي 6 مليار دولار 300 مليون دولار. نعم. دي برضه بتحقق كل ده بيضخ في الخزينه الاقتصاد المصري بالعمله الصعبه. فطبعا هو مهم عندنا برضه ان احنا بنتابع الموضوع ده عشان برضه كل الاضافات اللي بتضاف دي من العمله الصعبه بتخش كلها على خزينه الدوله، ودي حاجه بالنسبه لنا طبعا بتمثل اهميه كبيره جدا، واحنا بنعمل عليها. احنا دايما كل هدفنا كل املنا كله ان احنا دايما محققين ان عبور السفن بسلام وامان في اقل وقت ممكن من قناه السويس ومحافظه على كده. وبالتالي بناخد ثقه عاليه جدا في من عند العملاء ان قناه السويس ملهاش بديل، وان هي القناه اكثر قناه واثر قناه. يمكن كان الثقه دي زادت برضه مع ايفر جيفن يمكن لما حصلت، وبعد كده كان عندنا 422 سفينه كانوا عالقين في البحر المتوسط في بورسعيد وفي الجنوب في السويس، لما عديناهم في اربع ايام كنا بنعدي حوالي 100 سفينه في اليوم والحمد لله ما حصلش حاجه. كل دي بتدي ثقه لل في قناه السويس يعني من العملاء. اللي عايز اقوله برضه ان احنا لما نقول ان احنا عدى السنه اللي فاتت 20,000 سفينه يعني 20,600 بالظبط يعني 641 ان مش بس مجرد عبور، ال 20,000 سفينه دول بياخدوا خدمات كتير جدا على مدار عشان تتعمل يعني. ان هم بيستقبل السفينه في الغاطس يروح القياسين عليها ويطلع المرشد بتاع الغاطس يدخلها من بورسعيد ويطلع مرشد بورسعيد الاسماعيليه يطلع مرشد يعني في حوالي خمس مرشدين مثلا او ست مرشدين بيغيروا على السفينه دي خلال الفتره. في سفن اطراد بتمشي معاها، في ياسين وفي 16 نقطه مراقبه بيتابعوا معاها العمل يشوفوا السفن ماشيه ازاي والمسافات بينها وبين السفن يعني قصدي في خدمات كتير جدا بتقدم علاوه بقى في الاخر ان احنا بنطلع مرشد بيقدم الخدمه خدمه ممتازه اللي هو خبره عاليه عشان يقدم نفس الخدمه دي بالكفاءه. وبالتالي كان هناك رسوم جديده بدات من اليوم يا فندم؟ طبعا احنا يعني بدانا تطبيق الرسوم من النهارده 6% زياده، وده طبعا في ظل تعافي حركه التجاره العالميه والنقل البحري في من 2021 يعني مش 2022 حتى. أيوة. واحنا متوقعين ان احنا برضو نستمر خلال الست شهور اللي احنا موجودين فيهم دول في يناير لغايه شهر 6 مبدئيا يعني، ان تفضل برضو عمليه التعافي ده وحركه التجاره تزيد خلال الفتره دي. فاحنا عملنا زياده 6% وده مش مبلغ كبير على فكره، مبلغ صغير جدا بالنسبه للي حققناه النقل البحري خلال فتره 2021 يعني. سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.